اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وسلامة. اليوم على بركة الله جبت لكم فائدة مهمة وإن شاء الله تستفادون من عدها، وهي البركة في الراتب. اللي يعانون من قلة الراتب، مثلا أحد موظف أو موظفة، يشوفون يعني يعانون إنهم من يستلمون الراتب ما ببركة، يخلص بسرعة، وهاي الأكثرية اللي يعانون من عدم. هاي ترجع لعدة أسباب. إحنا بدورنا شو نسوي؟ مثلا اللي عنده إيمان وعقيدة بهذا الشيء، واللي يحب إنه يكون بركة براتبه حتى يستفاد من عنده، ما أعتقد واحد ما يحب هذا الشيء يصير. كنا عندنا احتياجات، كنا عندنا التزامات، فهو واحد عايش على مدى الراتب. بالنسبة اللي انتي استمعيني، اذا كنتي موظفة، معلمة، مدرسة، كان ما كان، او زوجك او اخوك او اهلي، واحد من اهلك، انه تردين انه يصير البركة بالراتب، ما عليك شنو، اذا كنتي انتي صاحبة الامر او غيرك، اول ما تستلمون الراتب، يعني مثلا استوكم مثلا بنفس اليوم اللي استلمتوا بيه الراتب، تلزمين الراتب بيدك او مال زوجك او احد قريب عليك، تلزمون الراتب، تخلين ايدك على الراتب، او تضع يدك انت مثلا صاحب الامر، تخلي ايدك على الراتب. اكو اذكار، مجموعة من الأذكار، تسبيحات، ترديدات، يسموها. استلمت الراتب، تخلي يدك على الراتب، تقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد 10 مرات، إنا أنزلناه في يوم القدر، سورة القدر، تقرأها جد 7 مرات، إنا لله وإنا إليه راجعون 7 مرات، يا دائم يا باقي 99 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات، وبالآخر ترجعون تصلون على محمد وآل محمد 10 مرات. هذا الأذكار اللي يسووها إن شاء الله راح تصير بركة بالراتب، راح تشوفون فرق، يعني راح تشوفون فرق هواية. وجد ما كنتوا إنه تستلمون الراتب منا يضيع منا، بتعرفون يروح على الدكاترة، يروح على المسواق، يروح مصرف، يروح ما ببركة. إن شاء الله إذا عندكم إيمان أو عقيدة بهذا الأمر، تسوون هذا الشيء أول ما تستلمون راتب، وإن شاء الله راح يصير ببركة، وراح تشوفون فرق كلش هواية. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. دمتم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.